السلام ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، لأول مرة تشوفي قناتي حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، فعلي الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد تشوفيه. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم وصفة حلوة قوي قوي للبشرة، هتعجبكم جدا. انا شخصيا معتمداها وكل ما تخلص اعملها تاني، حبيت افيدكم بيها ان شاء الله تستفادوا منها جدا، ولو جربتوها هتعتمدوها لانها بتخلي الوش يعني صافي، ولو في اثار حبوب بتشيلها، لو في بهتان في البشرة كل ده بيختفي. الوصفة تعجبكم قوي، بس تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا تفاصيلها، وكمان تشوفوا ايه التكات اللي انا بعملها قبلها علشان اخد منها نتيجة حلوة جدا واستفاد بكل حاجة فيها، وان هي ليها وقت معين بتتحط فيه مش في اي وقت وخلاص. فتابعوا الفيديو للاخر ان شاء الله هتستفيدوا. ندخل بقى على الوصفة، وهم دول التلات كريمات اللي انا عايزة اقول لكم عليهم حاجة كده يعني يا جماعة، بجد من الاخر لو دخلتوا بقى في الوصفات وفي الكريمات انسوا كل الحاجات ديت، وبجد جربوا الطريقة بالظبط اللي هقول لكم عليها تعجبكم قوي. اول كريم معايا هو كريم سبوتلس. الكريم ده بقى بصوا باللبن الرايب وعصير الليمون، بيعمل ايه بقى؟ لو في اي بقع في الوش مثلا من اثار الشمس او من اثار حبوب او الكلام ده بيشيله خلاص، بيخلي يعني ايه بيوحد كده ايه لون البشره. تمام، ده بقى ايه لوحده، ده استعماله لما نحط عليه بقيه الحاجات اللي هقول لكم عليها هيفرق معانا 180 درجه، يعني هيحل كل مشاكل البشره. الكريم التاني ده فيرند لافلي، طبعا ده احنا عارفينه من زمان من زمان قوي قوي، بجد حلو جدا جدا لما بيتحط مع الكريمين دول. ماشي، خدوا بالكم انا ما بقولش لوحده، هو لوحده اه كريم بيفتح وكل حاجه بس مجرد تفتيح مؤقت مش اكتر، لكن لما بنحطه مع ده بيعالج مشاكل البشره خلاص. يبقى اول كريم معايا سبوتلس، تاني كريم معايا فيراند لافلي، الكريم التالت بيتا ديرم. تمام، ده بقى مضاد للالتهاب، يعني لو في حاجة في وشك ملتهبة مثلا اثار حبوب الحاجات دي برضو بيعالجها. تمام كده، يبقى احنا عرفنا ثلاث انواع الكريمات. هو الكريمات دي تعتبر قد بعض، في كريمين منهم 18 جرام وفي كريم منهم 15 جرام، فالفرق يعني مش كبير. انا حتى كنت مستعملة منهم وخدت منهم يعني كمية عملتها، ولما خلصت هعمل تاني، فقلت بقى ايه اعمل لكم فيديو تاني علشان ايه تستفيدوا معايا بالوصفة. خلاص تمام كده، انا قلت لكم اهو الثلاث كريمات. بصوا بقى انا هعمل ايه، هجيب برطمان ازاز، ده مش عارفة كان مكانه عسل او حاجة، المهم ان انا غسلته وعقمته كويس، ويعني اهم حاجة ان احنا نعقمه. بعقمه ازاي؟ او بعقم اي برطمان ازاز عندي ازاي؟ بغسله عادي بالبريل او اي صابون مواعين بتستخدميه، وبشطفه كويس جدا جدا، وبجيب اي صينية وبحطه في الفرن بتاع البوتاجاز، بشغل فرن البوتاجاز يسخن كويس جدا جدا، يعني بسيبه سخن على اعلى درجة حرارة لمدة مثلا ايه 10 دقايق، وبعدين بطفي الفرن وبرست البرطمانات بتاعتي الازاز دي جوه الفرن وهو مطفي، بس اهم حاجة يكون سخن قوي، فالمية اللي جواه بتنشف، وفي نفس الوقت الحرارة العالية اللي هي في الفرن دي بتخلي البرطمانات بتاعتي تتعقم، سواء بقى هستخدمها في وصفات، هحطي فيها مثلا توابل، اي اكل او اي حاجة هستخدمها يعني ليها اي استخدام تاني، بتكون خلاص متعقمة ونظيفة وزي الفل. تمام كده، يبقى ده متعقم اهو. وممكن كمان علبة كريم فاضية مفيش مشكلة، الموجود عندك بقى ايه تستخدميه. هجيب بقى ايه الكريمات، وزي ما قلت لكم انا مستخدمة منها قبل كده اهي، متاخد منها. انا اصلا بحب اعمل الوصفة دي اول باول، يعني ليه ما حطيتش بقى الكريمات اللي خلصتهم يعني في مرة، لا بحب اعملها لان الكريم ده بيكون تقيل جدا جدا وبيتقل اكتر كمان لما بنسيبه، فانا بحب اعمله اول باول ما بياخدش معايا ثواني يعني. اهو فتحت بقى ايه الثلاث كريمات اهو معايا، على فكرة اسعارهم مش غالية خالص، يعني متهيألي مش هيجيبوا 30 جنيه الثلاثة مع بعض. تمام كده، انا خدت ايه المفروض الكمية تبقى قد بعض، لو هتعايري مثلا بمعلقة هتحطي معلقة من كل حاجة، انا بحط نص الكريم من كل حاجة زي ما قلت لكم، ما اصلا عبواتهم قد بعض، فانا بقى ايه هفضي كده هون اهو. وهحط عليه التاني بالتقريب بقى، انا كمني متعودة عليها يعني وبعملها، فببقى عارفة الكمية عاملة ازاي، المهم يكونوا قد بعض خلاص كده. دي كمان قدها اهي،
قلتش اهو. وادي الفرند الافلي. خلاص كده اهو تمام. هجيب بقى اي حاجة واقلبهم. انا هقلبهم بالقطنة بتاعت الودان دي. هتقولوا دي كمية صغيرة قوي، هقول لكم زي ما قلت لكم انا بحب اعملها اول باول، بكون بالنسبة لي احلى يعني، عايزة لكم ريحتها اصلا تكون حلوة قوي. اقلب بقى كده. خلاص كده اتأكدت ان هما ايه اتخلطوا كويس جدا مع بعض. تمام، خلي دي هستخدمها دلوقتي مش هرميها يعني، بس بدل ما اخد من البرطمان ابقى اخد اللي في القطن دي. تمام كده، واغطي بالغطاء عادي واحطها معايا على التسريحة بتاعتي او في درج التسريحة، مفيش مشكلة. تمام كده. طيب كده انا خلصت الوصفة. طب هستخدمها بقى ازاي؟ هقول لكم. اي كريم في الدنيا، اي كريم ايا كانت الماركة بتاعته ايه، ما ينفعش ان احنا نستخدم كريمات يا جماعة الصبح واحنا نازلين مثلا في الشمس او في الضوء. اي كريم عايزة تاخدي منه نتيجة حلوة قوي ومرضية تستخدميه بالليل، ما يكونش فيه ضوء خالص، وانت كده خلاص داخلة على السرير وهتنامي تبتدي تحطي الكريم اللي انت عاوزاه، الا اذا الكريم اللي هو بتاع الصباح اللي هو اصلا مخصص لكده. تمام، بس برضو والله مش بتاخدوا النتيجة الحلوة منه يعني. فالكريم عشان تستخدميه كويس جدا تستخدميه بالليل ساعة النوم على طول. تمام كده. طيب هحطه كده على طول؟ لا مش هحطه كده على طول، لازم اغسل وشي قبل ما انام، يا اما بالمية يا اما بصابونة تكون طبية يا اما بالغسول. انا بستخدم الغسول ده، بصوا استارفل حاجة كده وهم بجد. انا بشرتي دهنية على فكرة، بيمشي معاها جدا جدا، هو اصلا للبشرة الدهنية، فلو بشرتك جافة وحطيتيه هينشفها قوي، لان هو بينشف البشرة جدا وبيخليها ما فيهاش اي زيوت خالص، فانا عشان كده بستخدمه، مريح جدا جدا لبشرتي وبيخليها مشدودة وصافية قوي. ماشي، يبقى انا بستخدم الغسول ده. اي غسول عندك حابة تستخدمه، والغسول ده طبي على فكرة مش تجميلي، مش زي غارني ولا الحاجات اللي هي ايفا ولا جونسون ولا حاجة، الحاجات دي كلها تجميلية. انا بحب استخدم الغسول الطبي، بيفرق جدا. لو مش عايزة غسول اغسلي بصابونة طبية ان شاء الله، حتى في صابونة عند العطار اسمها اللهم صل على النبي، اسمها اسمها صابونة نابلسي شاهين، متهيألي مش هتتعدى 5 جنيه، بس برضو حلوة قوي. الصابونة دي معمولة من زيت الزيتون، اسألي عليها، برضو حلوة قوي قوي. لما بيكون مش عندي غسول بستخدمها بتبقى جميلة، بتصفي الوش قوي. خلاص يبقى انا اول حاجة بعملها خلاص وداخلة انام بقى بالليل وطافية الانوار ومفيش ضوء خالص، اغسل وشي بالغسول وانشفه كده بطبطبة، وبعدين اروح بقى يعني على اخد بقى قطعة حاجة صغيرة خالص من الكريم ده، لان زي ما قلت لكم ملمسه تقيل. بصوا انا بس ايه اخد حتة صغيرة، لان الباقي ده هحطه ايه قبل ما انام اهو. بصوا ملمسه تقيل جدا اهو، بصوا شايفين، واحط منه وادلك بشرتي كده بحركات دائرية. تمام، البشرة على فكرة بتتشربه بسرعة جدا، بصوا شايفين اهو. تمام، هتصحي من النوم بقى والله يا جماعه يمكن من اول مره هتلاقوا نتيجه، هتلاقوا وشكوا كده صافي وفرق شاسع عن اليوم اللي قبله. مره مع مره هستخدم الكريم ده قد ايه؟ كل يوم قبل النوم. ممكن في ناس تاخد نتيجه من اسبوع، ممكن ناس من اسبوعين، المهم ان انتوا لو استمريتوا ومشيتوا عليه بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي بالظبط، بجد النتيجه هتبهركم وهتحبوا الكريمات دي جدا، مش هتستغنوا عنها ابدا. كل ما تخلص اعملها تاني واعمل كميه بسيطه زي ما انتم شايفين كده، حطيها جنبك على الكومودينو، حطي منها بالليل هتعجبك جدا جدا. بس اوعي تحطوها من غير ما تغسلوا وشكم، الوش بيبقى عرقان ومضطرب، وكمان احنا حر قوي اليومين دول، فلازم وشك يكون نظيف عشان يستفيد بكل نقطه كريم هتحطيها. خلاص ده كده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الوصفة، جربوها تدعولي. وما تنسوش بقى لو ما حطيتوش لايك يلا حطوا لايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد، وبكرة مع السلامة.